السلام عليكم، معكم علي. أهلا وسهلا بكم بدرس جديد. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن verbal and verbal phrase. verbal يعني متعلق بالفعل، verbal phrase عبارات فعلية. لدينا ثلاث أنواع من verbals. النوع الأول نسميه participle، gerund، infinitive. إذن ثلاث أنواع، نتكلم عن كل نوع بالتفصيل. وأيضا كل نوع مثل عندنا participle phrase، gerund phrase، infinitive phrase. أيضا كل نوع فيه منه عبارة، وتعتبر هذه العبارات الفعلية أيضا أحد أقسام الكلام في اللغة الإنجليزية، من المهم جدا تعلمها والانتباه لها أثناء الحديث أو الكتابة، بالتالي أستطيع استخدامها بشكل صحيح في اللغة الإنجليزية. إذا كما قلنا لدينا ثلاثة أنواع: participle، gerund يعني اسم المفعول، gerund اسم الفاعل، infinitive النوع الثالث بيكون المصدر. راح نبدأ بالنوع الأول participle. نبدأ في participle، إذن اسم المفعول بيكون يعمل عمل adjective الصفة في اللغة الإنجليزية. إذن هو مشتق، كما قلنا الverbal هو مشتق من الفعل لكن يعمل عمل الصفة، نسميه participle. أيضا يكون ends in يعني يكون منتهي ب ing أو بيكون منتهي ب ed. إذن participle بيكون منتهي ب ing أو ed ويعمل عمل الصفة، هو بيكون فعل لكن يعمل عمل الصفة. بما أنه يعمل عمل الصفة إذن يأتي قبل الموصوف، كما نعلم في اللغة الإنجليزية الصفة تأتي قبل الموصوف. مثل عندنا مثال: the red car is nice، السيارة، إذن السيارة الحمراء تكون جميلة. لاحظ red صفة أتت وين؟ قبل الموصوف. أيضا nice صفة، دائما نعرف أنه بعد فعل الكون أيضا نستخدم صفة، لكن لاحظ red إذن صفة بشكل صريح. إذن red هي أحد أقسام الكلام كما قلنا الصفة، وred هنا تعمل عمل الصفة أتت قبل الموصوف. لاحظ هذه الجملة: the tired farmer suffer from the blowing storm، يعني عانى المزارع المتعب من العاصفة الهابة أو التي تهب. نلاحظ participle tired جاء قبل المزارع، المزارع اسم tired منتهي لاحظ ed. أيضا storm العاصفة وصفناها blow نعرف فعل من ing، blowing أصبحت participle. كما قلنا الparticiple اسم المفعول ممكن يكون منتهي ب ing أو يكون منتهي ب ed ويعمل عمل الصفة. لاحظ الاسم الأول هو farmer وصفناه tired، المزارع المتعب. أيضا العاصفة blowing الهابة، احنا نعرف blow معناته يهب، عندما ضفنا ing أصبحت صفة. نسمي الكلمة التي تأتي قبل الاسم منتهي بing أو ed نسميها participle، بيكون عندنا نسميها اسم المفعول وتعمل عمل الصفة. أيضا لدينا participle phrase عبارة اسم مفعول، كما قلنا اسم المفعول بيكون ing، فعل منتهي بing أو ed. عبارة اسم المفعول بيكون عندنا participle يعني كلمة منتهية بing وبقية الكلمات. مثلا أحمد hoping for the best helped the student. لاحظ هذه احنا بنسميها
participle phrase عبارة اسم مفعول. لماذا؟ لو عندنا الفعل هوب يأمل وانتهى بإي عند إضافة الـING نحذف الإي، صار هذا يكون عندنا اسم مفعول participle. for the best يعني آملا للأفضل، لاحظ هذه كلمات ضفناها لاسم المفعول نسميها participle phrase، وضعنا هنا فاصلة، فاصلة ممكن نحذفها. نبدأ من عند أحمد help the student يعني ساعد أحمد الطلاب، لكن ضفنا participle phrase عبارة ظرفية مكونة من participle اسم مفعول وبعض الكلمات. أحمد hoping for the best help the student، إذن أحمد آملا للأفضل أو آملا لهم بأفضل أو مستقبل أفضل ساعد الطلاب. الجملة الثانية students planning to graduate in July must make an appointment. لاحظ أيضا في عندنا فاصلة، أيضا فاصلة ممكن نحذفها. نبدأ من عند students must، لكن هذا عندنا planning to graduate in July يعني اللي يخططونه للتخرج في تموز، إذا بشهر جولاي. هذا أيضا نسميها participle phrase. لماذا؟ لأن عندنا فعل مضاف له ing وكلمات ممكن نحذفها، لكن احنا نسميها participle phrase يعني الطلاب الذي يخططون للتخرج في شهر تموز يجب أن يحجزوا موعد make an appointment. إذا هذا نسميها participle phrase. أيضا النوع الثاني نسميه gerund اسم الفاعل. اسم الفاعل هو عبارة عن فعل زائد ing يعني فعل عندما نضيف له ing، مثل عندنا الفعل go يذهب، إذا أضفنا له ing going أصبح الذهاب. مثل عندنا write يكتب، عندما نضيف ing writing كتابة. مثل عندنا read يقرأ، عندما نضيف ing تصبح reading قراءة. إذا هاي نسميها gerund اسم فاعل. اسم الفاعل ممكن يكون في بداية الجملة كسبجكت فاعل running is his favorite sport يعني الجري أو الركض هي رياضته المفضلة، هذا نسميه subject. أحمد's favorite sport is running يعني رياضة أحمد المفضلة هي الجري، نسميها predicate subject يعني متعلق بالفاعل. ايضا running بيكون عندنا نسميه gerund من الفعل run ضفنا ing. they like swimming هم يحبون السباحة، ايضا swimming نسميه gerund من الفعل swim ضفنا ing. he paid for babysitting اذا دفع عليه babysitting، ايضا بيكون عندنا ing بنسميه gerund. اذا الجرند هو عباره عن اسم فاعل بيكون عندنا فعل ضفنا له ing يتحول من فعل الى اسم. gerund phrase ايضا كما قلنا لدينا عباره اسم فاعل. swimming in cold water takes muscle power يعني تاخذ السباحه في الماء البارد قوة العضلات. لاحظ swimming كما قلنا فعل مضيف له ing نسميه gerund مع بعض الكلمات. لاحظ takes فعل، كل شيء قبل الفعل بيكون عندنا نسميه gerund phrase. الgerund phrase هو عبارة عن اسم فاعل يعني gerund معه بعض الكلمات. السباحة أين؟ in cold water في الماء البارد، هذه نسميها gerund phrase. كما نعرف الفاعل، الفعل تكملة الجملة، الفعل هو takes، الفاعل هو gerund phrase عبارة اسم فاعل مكون من اسم فاعل وكلمات. muscle power يكون عندنا تكملة الجملة. لدينا النوع الأخير نسميه infinitive إذا المصدر، يتكون من verb فعل قبله أو مبتدأ ب to يعني to
ويكون عندنا الفعل. مثلا عندنا to go, to eat, to drink. هاي نسميها infinitive. ويعمل عمل الاسم، يعني بيكون to والفعل، اما تكون اسم او تكون adjective صفة، او يكون adverb ظرف. مثلا he wants to win، هو يريد ان يربح او يكسب، او هو يريد الربح. اذن هذه جاءت يا مفعول به اسم. نعم احمد wants more food to eat now، اذن يريد احمد المزيد من الطعام، to eat now، ليأكل الآن أو للأكل الآن. إذا جاءت adjective صفة، لأن عندنا فاعل وفعل ومفعول بيتك مثل الجملة، بيكون عندنا to eat now صفة. The film is fun to watch، الفيلم يكون مضحك لتشاهده، يعني الفيلم ينصح به للمشاهدة لأنه مضحك. جاءت هنا لاحظ أيضا فاعل، فاعل وفعل وتكملت الجملة. To watch جاءت adverb، إذن ظرف. إذن infinitive بيكون عندنا to والفعل، بيكون يعمل عمل الاسم أو الصفة أو الظرف. آخر شيء لدينا infinitive phrase، عبارة مصدر أو عبارة مصدرية، يعني بيكون مصدر يعني فعل قبله to، to verb، بعدين بعض الكلمات. مثل عندنا gerund phrase، أيضا عندنا infinitive phrase. To be with friends on a bus، هذه كلها تفاعل. Is هي verb بالفعل، amazing compliment تكملة الجملة، يعني لتكون مع الأصدقاء في حافلة يكون مذهل أو مدهش. دائما نعرف احنا بعد تو ياتي الفعل بصيغه المصدر، مصدر افعال الكون هو بي. اذا تو بي وذ فريندز، لتكون مع اصدقاء، اون ا باس. ايضا افعال الملك نقول تو هاف، افعال عمل تو دو، دائما بعد تو ياتي الفعل بصيغه المصدر نسميه انفينيتيف. لكن هذه تو بي وذ فريندز اون ا باس هذه نسميها انفينيتيف فريز. لماذا؟ لانه عندنا تو والفعل، وفي عندنا بعض أو بقية الكلمات، هذه نسميها infinitive phrase. إذا بهذا الشكل انهينا درسنا هذا اليوم، تكلمنا فيه عن verbal and verbal phrase. لكل verbal في له verbal phrase، مثل عندنا participle في عندنا participle phrase، أيضا في عندنا gerund، gerund phrase، infinitive، infinitive phrase. من المهم جدا معرفة verbal and verbal phrase ونتدرب عليها لنستطيع استخدام بشكل صحيح في اللغة الإنجليزية. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.